اللاتيه بالقرع العسلي والتوابل. هنستخدم فيه قهوة سريعة الذوبان، ينطبق عليها نفس اللي قلناه في اللاتيه. عندنا لبن جوز هند، ممكن تستخدموه لبن حليب. عندنا قرع عسلي مسلوق ومهروس، سكر بني. عندنا فانيليا وجوز الطيب، قرفة وجنزبيل وينسون نجمة وقرنفل. حاجات بسيطة من كل حاجة جدا، ولكن هتلاقوا طعم يعني غير عادي في جماله الحقيقة. هحط الكسرول على النار، وهحط السكر البني الأول، وبعدين هنزل عليه البهارات علشان أولا أكرمل السكر فيديني طعم حلو جدا جدا، ثانيا عشان أصحي البهارات دي وأطلع منها الريحة والطعم. فأنا على النار هشغل بقى أهو النار، وهحط السكر البني، وابتدي احط معاه التوابل بتاعتي. هحط 2 ينسون نجمة من عند اي عطار كبير، هحط 2 قرنفل، جنزبيل البودرة اقل كتير من الفريش، قرفة، وده في المطلق اي حاجة مجففة بنستخدم منها اقل لان طعمها بيكون اقوى. ليه؟ لانه الطعم حصل له ريدكشن، حصل له تكثيف وتشال منه كل المية، فبقى الطعم مكثف جدا. هحط هنا بقى جوزة الطيب، الله على الريحة، وهحط القرفة الفانيليا. نجيب بقى معلقة كده نقلب السكر بتاعنا لحد ما يبقى كراميل. طبعا انتوا عارفين السكر البني بيتكرمل بسرعة عن السكر الابيض، فانا يدوبك هنتظر ان هو يسيح وهقوم على طول مكملة الوصفة. اوكي اهو كويس قوي قوي ممتاز. اقوم جايبة القرع، وبرضو دي على فكرة وصفة متعارف عليها جدا جدا برا، ما هياش وصفة يعني هي غريبة بالنسبة لنا احنا، لكن هي برة معروفة جدا. لاتيه القرع دي معروفة جدا. وبعدين هنزل القهوة، وزي ما قلت لكم طبعا نوعها وكميتها زي ما انتوا حابين. ونزلنا القرع اللي سلقناه وهرسناه، وبعدين اديله اللبن. انا استخدمت لبن جوز هند، انتوا ممكن تستخدموا اي نوع لبن انتوا حابينه. نزل التردد الجديد 11785، الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5 على 6.